قعدتكم هنا مش صح. ايتم بتتنفض في مكانها كل ثانيه، بتقعد تبص على البلكونه وعلى الشباك وعلى الباب وعلى الكوريدور مستنيه منى ويوسف يطلعوا من اي مكان. سلمى كلامها صح يا يحيى، شهاب وناهد جم قعدوا معاها شويه كانت كويسه، اول ما مشوا رجعت لها الحاله دي تاني. ايه رايك يا يحيى لو تيجوا تقعدوا عندي كام يوم لحد ما تهدوا؟ انت كمان محتاج تبعد عن هنا. مش هتفرق، يوسف ومنى معايا في كل حته، سواء كان هنا او في اي مكان تاني. يمكن انت عارف تمسك اعصابك، ايتن مش عارف. اللي حصل لكم مش سهل يا يحيى، الصدمه كبيره جدا عليها، انت متعود على الحاجات دي هي لا. انا مش بقول انها هتنسى مامتها واخوها في ثانيه، بس قعدكم هنا هيزود حاله الذعر اللي عندها، من فضلك فكر. خلاص نروح عند غدا. ايتن يا يحيى محتاجاك جنبها الفتره دي قوي، وانا الحمد لله شايفاك متماسك. انا شايف يوسف معايا في كل حته. يعني ايه ابقى شايف ابني قدامي مش عارف احضنه ولا اكلمه؟ شايفه قدامي على طول، بشوفه في كل طفل بيعدي. مطلوب مني بقى ان انا اعيش كده؟ هقدر اعيش؟ انا مش عارف هقدر اعيش ازاي من غير يوسف ومنى. صعب أوي يا غابة، صعب.